تحدث عربي أو بلسان واحد، ردد أعضاء السلك الدبلوماسي وعمال السفارة الفرنسية بالجزائر كلمات عربية تزامناً واليوم العالمي للغة الضاد. تعلمت اللغة العربية الفصحى في باريس، كان عندي الفرصة نقرأ الدرجة الجزائرية في مدينتكم الجميلة. كلمات دارجة وأخرى أكاديمية اكتسبها الموظفون من خبرتهم في الجزائر أو بدول أخرى. ناس عايشة، ناس ما تعيشة. معيش، ما كاش، ما كاش ولو؟ معزة ولا طارت. السفارة الفرنسية بالجزائر ليست وحدها من قسم العرب ذكرى اليوم العالمي للغتهم، فالأمم المتحدة أيضا نطقت بلغة الضاد. صباح الخير يا أصدقائي. العربية مهمة. مرحبا. أحمد. أحب اللغة العربية. بعفوية كاملة خاطب موظفو السفارة الفرنسية الجزائريين بلسانهم، لسان عربي سلس، وآخر امتزج بين لكنات ولهجات اكتسبوها من المجتمع الذي علمهم حتى أغاني الراي للراحل حسني. وانتي شكيتي سمعتي حدرة وكذبتي.